وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقاد للقلوب والأرواح وتخضع لدي النفوس والأشباح. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت لديه أعناق الأكاسرة، لا إله إلا الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا إله إلا الله، ولا إعانة إلا بك ولا اتكاء إلا عليك، لا إله إلا الله. ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات شر المعاندين، لا إله إلا الله، وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله. أيد ظاهري في تحصيل مراضيك ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك، لا إله إلا الله. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك، لا إله إلا الله، وقد وردته على ثقة بك، لا إله إلا الله. وكيف تيئسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك، لا إله إلا الله، وها أنا مقبل عليك ملتجئ إليك، لا إله إلا الله. باعد بيني وبين أعدائي، لا إله إلا الله، كما باعدت بين أعدائي، لا اختطف أبصارهم عني بنور قدسك، لا إله إلا الله، بنور قدسك وجلال مجدك، لا إله إلا الله. إنك أنت الله المعطي جلائل النعم المكرمة، لا إله إلا الله. إنك أنت الله المعطي جلائل النعم المكرمة لمن ناجاك بلطائف رحمتك، لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين، لا إله إلا الله، الطيبين الطاهرين، لا إله إلا الله، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، لا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقع في يدي
قبل أيام وأنا أتأمل ماذا ينبغي أن أقول في خطبة صلاة الجمعة، وقع في يدي كتاب الإكليل لأبي محمد الحسن اليماني المعروف بابن الحائك الهمداني، وهو كتاب يحتوي أكثره على ما يسميه المؤلف بالقبوريات، وهي أخبار وقصص عن قبور قديمة حصل الكشف عنها، وقد ألفت نظري أحد تلك الأخبار. صفحة 138 من الكتاب يقول فيه عبرة أريد أن أعرضها عليكم. روى هشام عن أبيه عن صالح الكلبي عن ابن عباس قال: ذكرنا أحاديث القبور في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، فانشعبت منا فيه فنون كثيرة، فلم يبق فينا أحد إلا حدث حديثا. فأقبل رجل من جهينة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتانا من يحدث فيحسن الآخرون ويتكلم كما يتكلم الآخرون ويمشي كما يمشي الآخرون. على كل حال، فلما جاء سلم ثم جلس فقال: أفيكم رسول الله؟ قلنا: نعم. ها هو ذا. فقام إليه مسرعا فقبل يده فقبضها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال، لاحظوا ماذا قال: إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، ربما الأكاسرة أو القياصرة أو المتنفذين منهم كانوا يفعلون هذا الفعل. وطبعا تعلمون أن كل غير عربي فهو أعجمي، وليس المقصود أمة أو لغة معينة. إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، كانوا يستطيلون على الناس بتجبرهم، فإذا جلسوا في مجالسهم ودخل عليهم من دونهم تملقهم بمثل هذا ليستجلب به رأفتهم، وإن تحية الإسلام المصافحة. فقال: يا رسول الله، إني أتيتك من بين ظهراني قوم حرشتهم الجاهلية فقست قلوبهم ومرنت على التكذيب خلودهم، وإني أحب الإسلام فأتيتك فيه راغبا، فاشرع لي أعلامه لأؤدي فرائضه التي علي، إلى آخر الخبر. فالمهم محل الشاهد تقبيل اليد التي رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحادثة سحبها من هذا الرجل ولم يقدمها لتقبيل يده. وفي الوسائل أبواب أحكام العشرة عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها، أي تقبيل، أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي. وحسب فهمي فإن السر في ذلك هو أن تقبيل اليد يكون